وتعد مدينة الدواء من بين أحد أهم المشروعات القومية للدولة، والهادف لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي. مدينة الدواء تعتبر من أكبر المدن على مستوى الشرق الأوسط من نوعها على مساحة 180 ألف متر مربع، وهي مزودة بأحدث التقنيات والنظم العالمية في إنتاج الدواء. إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها الدولة خلال سنوات عدة في القطاعات كافة، والقطاع الصحي على وجه الخصوص، وهو مدينة الدواء المصرية، أحد أكبر الصروح الطبية في الشرق الأوسط، والتي ستمنح مصر الأفضلية الإقليمية في مجال تصنيع الدواء. فعلى مساحة 180 ألف متر مربع، وخلال فترة لم تتجاوز الثلاث سنوات، تم إنشاء المدينة وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية العالمية في مجال تصنيع الدواء، حيث تستهدف أن تكون أحد أزرع الدولة في توفير دواء آمن وفعال وبأسعار تتناسب مع كافة شرائح المجتمع. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمدينة ما يقرب من 150 مليون عبوة دواء سنوياً، وتسعى إلى إحداث التكامل بين الدولة والقطاع الخاص في مجال الدواء، خاصة فيما يتعلق بالأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر وأمراض الكلى والمخ والأعصاب والقلب، فضلاً عن أدوية فيروس كورونا. المدينة الطبية تستخدم أحدث التكنولوجيات المتطورة في عالم تصنيع الدواء، مما يؤهلها لتصبح مركزاً إقليمياً لتصنيع الدواء بالتعاون مع الشركات الأجنبية والتصدير إلى الدول الأفريقية والعربية والعالمية، حيث تستهدف الحصول على شهادات الاعتمادات الأوروبية من أجل السماح للتصدير إلى أوروبا. وتضم المدينة عدداً من المصانع، ومنها مصنع الأدوية الرئيسي ومصنع إنتاج المستحضرات الصلبة، ويضم منطقة إنتاج الأقراص وكبسولات صلبة، ومنطقة إنتاج الأقراص الفوارة، ومصنع الأشربة ونقاط الفم، ومصنع إنتاج المستحضرات شبه الصلبة لإنتاج الكريمات والمراهم، الأمر الذي يؤكد أنها بالفعل صرح طبي عالمي على أرض مصر.